طيب خلينا ننتقل بقى بعد كده ونروح للتهاني، لان الاهلي يوصله تهاني كتيره جدا. من التهاني دي كمان تهنئه نادي الزمالك، وخليني اقول لحضراتكم برضو الاهلي بدوره تقدم بخالص الشكر والتقديم التقدير عفوا لنادي الزمالك على تهنئته الرقيقه والمحترمه بمناسبه اختيار مجلس اداره جديد للاهلي. وبرضو جدير بالذكر ان الاهلي قدم التعازي في المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك الاسبق، ربنا يرحمه طبعا ويصبر اهله. طبعا حاجه او مشهد محترم جدا ان احنا نشوف ده. ده اللي المفروض تكون عليه الامور ودايما. ايوه طبعا. ده اللي المفروض، وبالذات كمان لما بنتكلم على اقطاب رياضيه مختلفه، مش هذكر بقى اسماء، عموما فكره ان انت لازم تبقي بتمثلي يعني نموذج للناس اللي بيتفرجوا، من منطلق ان الرياضه اخلاق وروح رياضيه الى اخره. وده اللي احنا على طول بنعمله يا كريم، يعني ده اللي على طول النادي الاهلي او ده النهج بتاعه، فحابين ان احنا نشوف ده بيحصل معانا كمان، من يعني مش هنقول برضو نادي بعينه بس من كافه الانديه كمان اكيد.